ركز معايا وقعد الكاميرا عشان ما تنفذنيش في اول الاوضه. ايه ده يا عم هيثم؟ هي دي شركة الانتاج يا عم هيثم؟ ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك في القبعة والمزهر والجمال ده؟ ابدأ كبير تفضل كبير. كبير ايه يا عم هيثم؟ فين ال 5000 جنيه اللي انت لهفتهم مني؟ لا انت هتخوني ولا ايه يا عصفور؟ لاعب كده؟ الله دي الهيصة دي والزينة دي كلها والحاجات دي مكلفاني بس 3000 جنيه. أنا قلت لك شركة إنتاج مش كشك سجاير يا عم هيثم. يا حبيبي افهمني، دي حاجة مؤقتة كده عشان الكاستل، عبال ما نلاقي مكان راقي في حتة راقية وبعدين نعمل بقى شركة الإنتاج. مش حاطط إيدي على البال، في الدماغ مش واصلة يا عم هيثم. تعالى بس يا أخي تعالى روق، تعالى خش بس معايا. أنا عارف أنت بتعمل إيه. خش ده أنت هتتبسط قوي. كتكوت كتير. حلوة دي. ربنا انا مكسوف من اللي انت عامله ده. يا عم ايه؟ خش بس. انا عايز الحرمه اللي تطلع معايا في الكليب تبقى فرس يا عم هيثم. اول ما تطلع على الشاشه مصر تتقلب. عيب عيب، انت مع المخرج هيثم، اطمن. يا استاذ بخه. جاهز؟ جاهز يا مرياسه. طيب دخل المودلز بقى، دخلهم واحده واحده. عينيا عينيا. يلا يا جماعه نلم نفسنا كده، نلم كده فيها عشان انا بتعب بصاله. الله يخليكم ويطمنوا، والاستاذ المخرج هيشوف كل الجثث وهيعينها. اطمنوا. ما تتفضل يا كتكوت الفيل هنا على الميزان. صلى على النبي، صلى على النبي. لا لا انا اسف جدا، معلش حضرتك يا مزمزيلي انزلي. حضرتك 108 كيلو واحنا اخرنا هنا 110، معلش انا اسف جدا. أم هدير اتأسست سنة 66 وجدت في الحارة اللي جنبينا، عشقت المحشي صغيرة ترعرعت على أكل اللية. إنها أم هدير شلالات نياجرا. خش عليهم غرقيهم، خش عليهم. صلى على النبي. أيوه إزيك يا أم هدير؟ أهلا يا باشا. خش كده قربي في الكادر كده، واحدة واحدة. لا واحدة واحدة عشان عايزك تاخدي مساحتك في الكادر، أشوف خطوتك. أيوه ازيك يا ام هدية؟ ازيك يا باشا. انت وزنك قد ايه؟ 140. طب والطول؟ 140. اوكي العرض عرضي. اتفضلي يا ام هدية. قولي لي يا ام هدية، عملتي حاجة قبل كده؟ عملت المصران وعملت الأعور. لا مش القصد يا ام هدية، نقصد يعني اشتغلتي أي حاجة في الوسط الفني قبل كده؟ أنا كل الوسط الفني يعرفني، أنا اشتغلت مع مدام رجاء الجداوي واشتغلت مع مدام دلال عبد العزيز. الله 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 الله، ده أنت محترفة بقى. اشتغلت معاهم في إيه وإيه؟ كنت بنضف عند مدام رجاء سبت وحد، وبنضف عند مدام دلال اتنين وتلات. إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ أنا كده ضمنا إن الكليب هيطلع نظيف وزي الفل، وده ليه؟ لأنها عندها حس ثقافي وفني. البنت دي كويسة يا عم هيثم. أيوة هي كويسة، ما تقولش قدامها بس برضه إيه، إحنا شوف ما إحنا ما نشوفش حد. مالية مالية الكادر ازاي؟ طب ما كفايه كده، ما نشوفش حد تاني. حواليك اعلى بقى، اعلى نشوف غيرها عشان الفرص، فرص للناس. طيب على الوهاد بقى مع الاستاذ بخ. يلا مع السلامه يا مهدير. السلامه.